et bienvenue dans la partie 7 la série de bac à 0. Nous allons voir comment nous allons répondre et nous allons avec les questions qui nous sont posées dans le cours de la suite numérique, c'est-à-dire les mutatalliats, les adadiyats. Et aussi, nous allons expliquer comment nous allons répondre à ces questions que nous pouvons dire qui sont un peu en forme, qui sont très normatifs dans la partie de la suite numérique. إذن لا سويت اللي عندنا اليوم هي ستون سويت ما صعيباش بزاف ما معقداش نقدروا نتعاملوا معها بسهوله شوفوا معايا سوا un la suite numérique définie par un plus 1 égal un على 1 زائد غاسين un au carré et u0 كتساوي 1 bien sûr pour toute n appartient à n السؤال الاول كالكولي u1 و u2 سؤال بسيط بزاف تبع معايا دونك ملي كنبغي نحسب les termes successifs u1 و u2 الى اخره غنبدا ب u1 دونك U1 كتساوي كنشوف انا لا سويت باش خدامه لا سويت خدامه ب n plus 1 يعني هاد U1 خاصني نخرج منها U ديال شي حاجه زائد 1 وكتعطيني 1 نيت حيت انا بغيت U1 وعندي U n plus 1 يعني شي حاجه زائد 1 خاصها تعطيني 1 شنو هي ديك الحاجه باينه شنو تزيد على 1 يعطيك 1 هو 0 دونك U0 plus 1 راه هي U1 4 سوا شوف un plus 1 u0 plus 1 بلاست n جا 0 حتى انا هنايا بلاست n غندير 0 دونك u0 على 1 زائد غاسين u0 لو تو او كاري اللي كتسوى u0 فين هي ديجا دوني في ليكزارسيس هي 1 دونك 1 على 1 زائد الجذر ديال 1 راه هو 1 نيت او كاري اللي كتسوى او فينال 1 على دونك 1 زائد 1 هي 2 و 6 2 هي 4 دونك 1 على 4 دونك هذا بالنسبه لU1 ندوزو لU2 لا ميم شوز U2 غتساوي ليا U ديال شي حاجه زائد 1 شنو هي الحاجه اللي تزيدها على 1 تعطيك 2 هي 1 نيت 1 زائد 1 كيعطينا 2 دونك شوف un plus 1 u1 plus 1 بلاست n جا 1 حتى انا هنا بلاست n غندير 1 دونك غتكون هنا u1 على 1 زائد لا غاسين ديال u1 كلها او كاري كتسوى الوغ نعوض دابا اي واحد اللي نجيبها هي اللي حسبت قبل داكوغ دونك هي هاد 1 على 4 دونك 1 سور 4 على دونك 1 زائد الجذر ديال 1 على 4 كلها اس 2 نحسبوها هنا بشويه علينا كتساوي دونك 1 على 4 خليها الفوق تنسالي مع التحت 1 زائد الجذر ديال 1 على 4 كنقسم عليهم لا غاسين يعني الجذر ديال 1 وعلى الجذر ديال 4 جذر 1 راه هو 1 وجذر 4 راه هي 2 وسد عليهم في القوس اس 2 اللي كتسوى 1 على 4 نحسب هذا اللي هنايا 1 زائد 1 على 2 الا حسبتيها راه كتعطيك 3 على 2 كلها اس 2 اللي كتسوى 1 على 4 على 3 على 2 كلها اس 2 فرق عليهم اس 2 3 اس 2 9 على 2 اس 2 4 ابخي هادشي شنو كيولي هذا المقلوب كيتقلب دونك كتولي 1 على 4 مضروبة في 4 على 9 بطبيعة الحال غنختزل ب 4 مع 4 وغادي تبقى ليا 1 على 9 وهكا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيستيون اللي كانت بخصوص لو كالكول ديال لي تيرم ندوز مباشرة للسؤال الموالي الوغ سؤال جوج كيقولوا لنا فيه مونتري بار ريكورونس برهن بالترجع انه كيف ما بغى يكون ان من ان U1 راه اكبر قطعا من صفر دونك البرهان بالترجع هاد لا كيسيون مهمه مهمه بزاف لان غادي نوقفوا عليها في دوطرو كيسيون اللي غيكونوا جايين من بعد تبع معايا فاش كيقول لي برهين بالترجع كنعرف بلي الطريقه ديال الترجع فيها ثلاثه ديال لي زيتاب وبيان جوج كيكونوا اساسيين لي طاب الاولى كتسمى لينيسياليزاسيون او لا اساس ترجع اشنو كنديروا فيها كنكتبوا فيها بور n égale le premier rang اللي عندي انا عندي n appartient à n شكون هو لو بروميير رون شكون هو اول عدد في n في مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه واش هو واحد ولا جوج ولا ثلاثه شنو هو صفر كتبدا بصفر دونك ديما كنقول بور n كيساوي اول عدد عندي هنا اللي هو صفر لو كان كانت ان ايطوال غنقول بور ان ايغال 1 اشنو كندير من بعد بور ان ايغال 0 كنفيريفي اون U ديال هذا اللي حطيت هنا يعني U0 شوف ليا شحال كتسوى دوني في ليكزارسيس U0 ايغال 1 U0 ايغال 1 من بعد كنسول راسي واش هاد لا بروبريتي صحيحه في لو بروميير رون يعني واش هاد U0 اللي كتساوي 1 واش فعلا كتحقق هاد الشرط يعني انها اكبر من صفر واش 1 كبر من صفر وي دونك تحقق الشرط اشنو كنكتب هنايا شوف معايا عفاك دونك اذا U0
0 راها اكبر من 0 وكنكتبوا هنايا بروبوزيسيون عباره صحيحه proposition vraie عباره صحيحه زعما oui la condition est validée بالنسبه la première étape اللي كناخذوا فيها le premier nombre n من بعد ليطاب الثانيه شنو هي اللي كتسمى l'hérédité ماشي l'hérédité l'hérédité هاد ليطاب هادي بالعربيه كتسمى فرضيه الترجع دونك غنفترضوا فيها شي حاجه اشنو كنفترض توت سامبلومون كنفترض داكشي اللي سولوني قالوا لي بين بلي ان كبر من صفر كنفترضها كبر من صفر تبع معايا كنكتب فيها اون سوبوز او لا سوبوزون كو بحال اون سوبوز كو غنفترض ليهم انا بلي ان كبر من صفر بطبيعة الحال ان ابارتيان ان ماشي بوغ توت ان ابارتيان ان ردوا البال هذا الخطا هذا كيديروا بزاف ديال التلامد ماشي كيف ما بغى يكون ان من ان حيت الا درتيها صافي راك بينتي كلشي اش بقى مازال ما نبينو غير افيك ان ابارتيان ان ايوا من بعد حنا افترضناها اشنو غيخصني نبين خصني نبين اللي بعد منها الا قلت لك انا افترضت باللي او ان راه اكبر من صفر شكون هي اللي بعد منها هي او ان بلس 1 زيد عليها واحد دونك وكنكتب لهم هنا اي مونترون كو ولنبين ان et montrons que un plus 1 هي اللي كبر من صفر بطبيعه الحال حتى هي افيك ان ابارتيان ا ان دابا من بعد شنو غادي نديرو شوف معايا انا خاصني نلقى على هذه خاصني نتقاتل باش في لافان نخرج un plus 1 supérieur strictement à 0 اش غندير بنا اش غنطلق من هذه اللي كنعرف اول حاجه دير في بالك شكون هي او ان بلس 1 اللي خصك توصل ليها ها هي او ان بلس 1 هي هذه اللي خصنا نوصلوا ليها يعني في لافان خصنا نوصلوا باللي هذه اكبر قطعا من صفر هذه فيها البسط وفيها المقام شنو غادي نديرو غير خصنا نعرفوا توت سامبلومون لو سين ديال كل واحد فيهم ارا نمشيو نقطروا البسط ونقطروا المقام شوف غنكتب هنايا اون دونك اون اش قلنا على un افترضناها ياك افترضنا باللي un اكبر قطعا من صفر دونك un اكبر قطعا من صفر دونك اطر ليا هادي نبداو بالمقام نحيدو عندنا البسط ساهل البسط فيه غير un اطر ليا هادي عندك un اكبر قطعا من صفر اطرها كامله اول حاجه غدير لها شنو هي لا غاسين كاري دونك لا غاسين كاري ديال un غتكون حتى هي اكبر قطعا من صفر من بعد شنو غندير لها واش ندير لها اس اثنان لا قبل من اس اثنان غنزيد ليها واحد سيتادير واحد زائد ديك لا غاسين ديال او ان راها اكبر قطعا من اش شوف شنو درت زدت واحد هنا ايوا زيدو حتى هنا ها هو واحد زاد هنا خصو يتزاد هنا صفر زائد واحد هي واحد الوغ اذا من بعد شوف شنو غادي ندير رفع ليا كلشي او كاري دونك واحد زائد لا غاسين ديال او ان كلها او كاري غتكون اكبر قطعا من اش درت او كاري هنا ديرو حتى هنا دونك واحد او كاري اللي هي واحد شوف شنو غادي ندير من بعد ها حنا دابا لقينا باللي هذاك المقام اكبر قطعا من واحد مني كنقول لك اكبر قطعا من واحد واش هذا كيعني انه موجب ولا سالب هو اكبر من واحد فايت واحد دونك بيان سور موجب شوف شنو غادي نكتب هنايا سيتادير واحد زائد لا غاسين ديال او ان او كاري راها اكبر قطعا من اش من صفر حيت هي اصلا فايته واحد اي طونك وبما ان اي طونك او ان اصلا راه قلنا افترضناها اكبر قطعا من واحد دونك شوف اكبر قطعا من صفر باردون دونك هذاك البسط عرفناه افترضناه ديجا كبر من صفر والمقام حتى هو لقيناه كبر من صفر يعني البسط على المقام كي غيكون حتى هو غيكون كبر من صفر الوغ هذاك البسط مقسوم على هذاك المقام غادي يكون حتى هو بزز منه اكبر قطعا من صفر دونك او ان شكون هي هادي اش كتكون هادي هي او ان بلس 1 دونك او ان بلس 1 اكبر قطعا من صفر ايوا ها حنا بينا هذيك اللي قلنا مونترون كو عقلتوا عليها هاد مونترون كو ها هي بينا par conséquence ولا هنا كتجي ليطاب فينال هي ليطاب ديال لا كونكلوزيون كنستنتج فيها شوف شنو غنستنتج انا بينت الاولى راها فيريفي بينت بلي او ان بلس 1 راها عندي حتى هي فيريفي حتى هي اكبر قطعا من صفر اي اون فوا كتلقى بلي او ان بلس 1 كبر من صفر كتستنتج او ان كيفاش دايره دونك كنكتب لهم هنا par récurrence يعني حسب مبدا الترجع par récurrence pour toute n appartient à n un
راها اكبر قطعا من صفر. وهكا كنكونوا سالينا الجواب على هذه لا كيسيون ديال الريزونمون بار ريكورونس. نتمنى تكون واضحه. وندوز ديريكتومون لا كيسيون سويفونت. إذن في السؤال الموالي قالوا لنا montrer que pour toute n de n هاد un هادي est décroissante. نبينوا بلي un تناقصيه. ملي كنقول لك بين بلي une suite راه décroissante directement خاصك تبين لي بلي un plus 1 moins un راها اصغر من صفر. وداكشي اللي غادي نديرو تبعوا معايا. دونك غادي نكتب لهم هنايا montrons que لنبين ان montrons que pour toute n de n هاد un plus 1 ناقص un راها اصغر من صفر. وخصني نمشي نحسب هادي ونلقاها فعلا اصغر من صفر. اون لدينا pour toute n appartient à n نحسب هادي دونك un plus 1 ناقص un كتساوي شنو؟ كتساوي un plus 1 نحط الصيغه ديالها اللي هي un على 1 زائد الجذر ديال un او كاري ناقص un كتبقى un. من بعد كيخصني نحسب هذا الشيء هذا. دونك انا غندير تساوي ونرجع لهنا غير على ود ليسباس. دونك تساوي دير لي هذا الناقص يعني غنديرو توحيد المقام غنجمع كل شيء في مقام واحد اللي هو 1 زائد الراسين ديال un او كاري. وهنا غتكون عندي un ناقص هذه في هذه توحيد المقام. دونك un عامل لواحد زائد جذر un اوس 2. اوكي من بعد شنو غندير؟ غادي نمشي نحسب هذه بشويه عليها. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ نقدروا نشروا المتطابقه الهامه. دونك un ناقص un بطبيعه الحال كاين اللي غيقدر يعمل ب un الطرق كتختلف ولكن النتيجه وحده في لافان. 1 زائد جذر un اس 2 بحال اللي قلتي ا زائد ب اس 2 متطابقه هامه من الدرجه الثانيه. اش غتعطينا؟ غتعطينا 1 اس 2 اللي هي 1 زائد 2 في 1 في جذر un يعني 2 جذر un زائد جذر un اس 2 اللي هي un. هذا الشيء كامل ما تنساش بلي راه مقسوم على 1 زائد جذر un لو تو او كاري. نكمل الحساب ديالي هنايا اللي كتسوى. دونك نفتح الكسر 1 زائد جذر un لو تو او كاري الفوق غيكون عندي شنو؟ دونك un ناقص شنو غنديرو هنايا؟ شوفوا معايا غنشر كلشي هذا الشيء. دونك un في 1 يعني ناقص un un في 2 جذر un يعني ناقص 2 un جذر un. علاش هذاك ناقص؟ لان هذه مسبوقه بناقص. وعاود ثاني ناقص un في زائد un هي ناقص un او كاري. ابري كتساوي دونك غنحسب هذا الشيء كامل لتحت بطبيعه الحال 1 جذر un اس 2 الفوق. شوف un ناقص un هذه مشات في حالها غتبقى عندي الفوق شنو؟ ناقص 2 un دونك ناقص 2 un جذر un ناقص ديك un او كاري. واش كاين شي حاجه شي تعميل شي حاجه تقدر تعمل بها الفوق؟ وي كاين. شنو كاين؟ كاينه 2 un ها 2 un ها 2 un وكاين كاع ناقص تناقص نقدروا نعملوا به. شفتوها؟ ناقص 2 un وهنايا بلاتي عندي غير un باردون ما عنديش 2 un دونك عندي غير un غنعمل ب un مع الناقص يعني ناقص u الوغ موان un فاكتور موان un شنو غيبقى هنا؟ حديت الموان خديت un غتبقى 2 جذر un دونك 2 غاسين un عملت انا بناقص هذا ناقص هذا راه خديته. دونك شنو غيولي هنا؟ غيولي زائد un او كاري انا خديت un غتبقى لهم تما un. سد عليها وقسم كل شيء على هذا المقام 1 زائد لا غاسين ديال un او كاري. دابا هاد un هاد الشيء اللي حسبناش كيكون هو un بلس ا موان un. كيفاش خاصنا نلقاوه؟ خاصنا نلقاوه اصغر من صفر باش نقولوا بلي يساجي دون سويت اللي هي ديكواسونت. دابا هذا خصنا نلقاوه سالب. كي غنديروا ليه؟ غنقطروه كل واحد فيهم غنعرفوا الاشاره ديالو حيت عندي الضرب والقسمه دونك خصني نعرف الاشارات. شوف معايا غنحيد عليا بعدا داك المقام اون pour toute n appartient à n 1 زائد جذر un اس 2 كي غتكون اولا هي كاينه في المقام يعني ما يمكنش تكون صفر وهي فيها اس 2 يعني راها موجبه دونك موجبه قطعا. ها وحده ديرها في اطار وسميها 1. اوكي ارانا دابا نشوفوا هذا البسط هذا غنطلق من اش اون pour toute n appartient à n un كي دايره؟ اش كنعرفوا حنا على un؟ منين غنعرفها؟ من داك السؤال ديال الريكورونس اللي كنا جاوبنا عليه وداك الشيء اللي قلت لكم مهم بزاف. فاش جاوبنا على un في الكيستيون ديال الريكورونس لقينا باللي un كي دايره اكبر قطعا من صفر اكبر قطعا من صفر. دونك شوف معايا عافاك
الا قلت لك يو ان راه اكبر من صفر دونك جوج في الجذر دو يو ان كي غتكون يو ان هي موجبه درتي ليها الجذر كي غتكون غتولي موجبه ديما وضربتيها في جوج غتبقى ديما موجبه اوكي دونك جوج جذر يو ان موجبه زيد عليها يو ان اللي اصلا حتى هي راه قلنا موجبه موجب زيد عليه الموجب كي غيولي بيان سور موجب دونك جوج جذر يو ان زائد يو ان راها كامله اكبر من صفر تفهمنا لان هذه درنا لها الجذر ضربناها في جوج كتبقى موجبه زدنا عليها هذه اللي اصلا موجبه كتولي موجبه دابا هذا الشيء كامل هذا الشيء كامل ضربوه في الناقص يو ان في الناقص يو ان ماشي في يو ان في الناقص يو ان يو ان موجبه ولكن ناقص يو ان غتكون سالبه يعني هذا اللي موجب الا ضربتيه في السالب كي غيولي كلشي كي غيولي غيولي سالب سيتادير ها هي هنا سيتادير ناقص يو ان عامل جوج جذر يو ان زائد يو ان كي غتكون اصغر من صفر هذه ديرها في اطار وسميها اثنان تفكر معايا واحد شكون هي هي هذه وجوج هي هذه دابا شوف شنو غنكتب دو ان اي دو اون انطلاقا من واحد وجوج شنو عندي البسط سالب المقام موجب سالب على الموجب راه كيكون سالب الوغ اون ناقص يو ان عامل الجوج جذر يو ان زائد يو ان راها على بطبيعه الحال واحد زائد جذر يو ان راها قلنا اصغر من صفر سيتادير ايوا دابا راه نستنتجو سيتادير بور توت ان ابارتيان ا ان هادي شكون هي شنو حسبنا تلقينا هاد العجب هذا شنو كنا حسبنا شوف معايا شنو حسبنا حسبنا يو ان بلس ا موان يو ان هادي هي يو ان بلس ا موان يو ان اي مالها كي دايره اصغر من صفر اصغر من صفر اوه حنا بينا هادي عقلتوا عليها دابا اون فوا بيناها كتستنتج دونك يو ان اي ديكروسونت وفي هذه الحاله ستريكتومون ديكروسونت لان اصغر قطعا من صفر دونك من حقنا نقولوا ستريكتومون ديكروسونت وهكا كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديال لا مونوتوني ديال لا سويت نتمنى تكون واضحه بالنسبه لكاع هاد القواعد اللي خدمنا راه كاينين في ان ريزومي في الكونت انستغرام ديالي في لا روبريك ديال لي ريزومي ديال البكالوريا ندوز مباشره للسؤال الموالي Alors, fin de la question, on nous a demandé d'en déduire, Stintjo, Billy, UN admet une limite finie au voisinage de plus l'infini. Stintjo, Billy, le moutatali, UN, 4 belouad nihaya mhdouda. عند بجوار زائد ما لا نهايه ملي كنقول لك يو ان عندها اون ليميت فيني متتاليه عندها نهايه محدوده تو سامبلومون بحال كنقول لك هذه المتتاليه راها متقاربه كتقرب لشي عدد يعني اون فرونسي كونفيرجونت اوكي ودابا اون سويت امتى كتكون في القواعد شفنا امتى كتكون اون سويت كونفيرجونت ملي كتكون عندي كرواسونت مع ماجوري او لا ديكرواسونت مع مينوري اوكي هذه دابا حنا اللي لقينا واش لقينا كرواسونت ولا ديكرواسونت لقيناها ديكرواسونت يعني شنو بقى خاصها بقى خاصها مينوري مينوري بشي عدد زعما داك العدد صغر منها دونك خاصني نشوف واش هاد يو ان كاين شي عدد صغر منها اي افيكتيفمون لقينا باللي يو ان كبر من صفر دونك داك صفر راه صغر منها يعني هي مينوري بداك الزيرو كيبقى خصنا هادشي غير نعبروا عليه شوف معايا غادي نكتب هنايا اون يو ان كبر من صفر Donc, UN est minoré, masroura, talama hiya kbar min sifr, yani sifr sghar minha, yani hiya masroura par 0. Etant qu'elle est décroissante, wa bima annaha tanaqusiya, donc UN, kifash daira, est convergente. Donc UN est convergente. Par la suite, وبالتالي, par la suite, UN admet تقبل une limite تقبل نهاية محدودة finie au voisinage de plus l'infini. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيستيون اللي طلبوا منا نسنجو فيها باللي يو ان كتقبل نهايه محدوده عند زائد ما لا نهايه نتمنى تكون واضحه وندوز لا كيستيون سويفونت
دونك في لا كيسيون المواليه قالوا لنا فيها سوا بسي دو ان، هذا الرمز هذا كيتسمى بسي، سي ان سامبول اللي كنستخدموه بزاف في لا ميكانيك كونتيك، دونك سميتو بسي، هذه هي سميتو ما عندنا ما نديرو ليه. الوغ بسي دو ان هي لا سويت نيميريك ديفيني بار بسي دو ان ايغال واحد على غاسين ديال يو ان، بيان سور بور توت ان ابارتيان ان. شوف معايا السؤال الاول قال لك مونتري كو بسي دو ان اي اريتميتيك دو ريزون ار كيساوي واحد، نبين باللي راها une suite arithmétique. تفكر معايا الا قلت لك بين ليا باللي مثلا UN راها arithmétique، خاصك تحسب UN plus 1 تلقاها كتساوي عدد زائد UN. الا قلت لك مثلا بين ليا باللي بسي دو ان راها arithmétique، كي خصنا نحسبوا بسي دو ان plus 1 نلقاها كتساوي ليا عدد زائد بسي دو ان. دونك خصنا نمشيو نحسبوا بسي دو ان plus 1. شوف معايا اون لدينا pour toute n appartient à n psi de n plus 1 هي شنو؟ دونك psi de n plus 1 هي واحد على شنو درت؟ الان زدت ليه واحد، ايوا حتى هذه الصيغه ديالها ان زيد ليه واحد، يعني على الجذر ديال u n plus 1 اللي كتساوي شنو؟ انا غنحاول نكمل غير باش نيكونيميزي لاسباس. الوغ u n plus 1 شنو غندير بلاصتها؟ غندير بلاصتها الصيغه ديالها اللي هي هذه. دونك شوف معايا واحد على الجذر ديال شنو؟ ديال يو ان على واحد زائد الجذر ديال يو ان بلس 1. هاد الشيء راه واخا يبان لكم شويه كومبليكي ولكن في الحقيقه راه ساهل بزاف. ابخي شوف شنو غندير تو كافي سي دو ان بلس 1 ايغال دونك ايغال اكوا. شوف شنو غندير، غنحاول نسامبليفي شويه بشويه. هنا شوف نقدروا نديروا واحد القضيه، عندي واحد على واحد التعبير كسري، اش كيطرى؟ كيتقلب، يعني ملي كتكون عندك واحد على ا على بي هي ب على ا، دونك هذه شنو غتولي؟ غتولي هي الجذر ديال شنو؟ قلب هاد الجوج، يعني واحد زائد لا غاسين دو يو ان كلها او كاري على يو ان اللي كتساوي سي دو ان بلس 1. ونخدم على هذه، شنو غندير هنايا؟ قسم عليهم ذاك الجذر، دونك غادي تعطينا الجذر ديال واحد زائد يو ان لا غاسين دو يو ان كلها او كاري على الجذر ديال يو ان اللي كتسوى. شوف معايا عفاك، عندي الجذر ديال هذا التعبير والاستثنان، حنا عارفين باللي يو ان كبر من صفر، دونك زيد عليها واحد راه كتبقى ديما موجبه، دونك هذا الجذر الاس يقدر يتختزلوا، شنو غتبقى عندي؟ غتبقى واحد زائد لا غاسين ديال يو ان على لا غاسين ديال يو ان. هنا شنو نقدروا نديروا؟ شوفوا معايا واحد القضيه مهمه بزاف، نقدروا نقسموا عليهم المقام، كتقسم عليهم المقام، فاش كيكون عندك بزاف التعابير الفوق وواحد لتحت قسم عليهم المقام، يعني شنو؟ يعني غتولي واحد على لا غاسين ديال يو ان زائد لا غاسين ديال يو ان على لا غاسين ديال يو ان، اوكي؟ يعني شوف معايا هنا بسي دو ان بلس 1 غتساوي ليا واحد على لا غاسين ديال يو ان زائد غاسين يو ان على غاسين يو ان هي واحد. دونك شوف معايا ديريكتومون شنو غنستنتج، بسي دو ان بلس 1 هي شنو؟ هادي شكاش كتكون هادي؟ شنو هي هادي؟ واحد على غاسين يو ان هي نيت بسي دو ان، دونك كتساوي نيت بسي دو ان زائد شنو؟ زائد واحد. ها حنا لقيناها بسي دو ان بلس 1 هي نيت بسي دو ان زائد واحد العدد اللي هو واحد، ديريكتومون كنستنتج باللي هذيك بسي دو ان راها اريتميتيك ولا غيزون ديالها هو داك العدد اللي زايد تما. دونك بسي دو ان اي اريتميتيك حسابيه اي اريتميتيك دو غيزون ذات الاساس دو غيزون ار كتساوي شنو؟ العدد اللي زايد اللي هو واحد. نتمنى الجواب يكون واضح وندوز مباشرة للسؤال الموالي. إذا في هذا السؤال هذا قالوا لنا فيه كالكولي بسي دو ان اون فونكسيون دو ان، ديما فاش كيقول لك كالكولي شي سويت اون سويت اون تيل سويت كيف ما بغات تكون اون فونكسيون دو ان، كتشوف واش ديك لا سويت لقيتيها انت اريتميتيك ولا جيومتريك، حيت الا لقيتيها اريتميتيك ولا جيومتريك راه كيتسنى منك تعطيه ما يسمى لو تيرم جينيرال او الحد العام ديال ديك لا سويت. حنا هاد لا سويت بسي دو ان راه لقيناها ديجا باللي فاش خدمناها هنا لقيناها ديجا باللي سي سويت اللي هي اريتميتيك ولا غيزون ديالها كتساوي واحد، الوغ خاصني نصاوب لو تيرم جينيرال ديالها. شوف معايا دونك غادي نكتب اون لدينا بسي دو ان ايت اون سويت arithmétique متتاليه حسابيه. دونك بسي دو ان غتكون كتكتب على شكل لو تيرم جينيرال الحد العام ديال متتاليه حسابيه كيفاش كيكون؟ كيكون هو بسي دو بي
زائد n عامل او بلوتو زائد r عامل ل n موان p. كل واحد في هادو شنو كيعني؟ هاد البي هذا هو اول عنصر من المجموعه فاش حنا خدامين، هاد الار هذا هو لا غيزون ديال هاد لا سويت هادي، الان كيبقى ان والبي راه هضرنا عليه. الوغ شوف معايا ان دونك غادي نكتب اون ان ابارتيان ان دونك البي كيساوي شحال؟ طالما قلت لك حنا خدامين في ان، شكون هو اول عدد في المجموعه ان؟ هو صفر. يلا دونك سيتادير psi de n كتساوي psi de h دونك في عوض بي غندير 0 زائد الار شحال كنا لقينا في لا غيزون واحد عامل n ناقص 0 اللي كتساوي هاد psi de 0 كي غنديرو نحسبوها سهله رجع ليا الصيغه ديال psi de n هي هذه الا قلت لك psi de 0 يعني شنو بلاصه n درت صفر دونك هي واحد على الجذر ديال u de 0 اللي كتسوى واحد على الجذر ديال u 0 شحال هي ها هي دوني في ليكزيرسيس هي واحد وهذا الشيء راه شحال هذا الشيء كيسوى كيسوى واحد الو غادي ندير هنايا واحد زائد واحد عامل الان سيتادير ولا دونك pour toute n appartient à n psi de n كتساوي شنو واحد في n هي n زائد واحد وهذا هو لو تيرم جينيرال او لا يو ان او بلوتو psi de n en fonction de n نتمنى تكونوا فهمتوها وندوزو للسؤال الموالي alors la question suivante طلبوا منا فيها نبينوا باللي كيف ما بغى يكون n من n نبين باللي يو ان كتساوي هذا التعبير هذا هذا السؤال هذا تقريبا كيتحط في الاغلبيه ديال الامتحانات الوطنيه وخصنا ضروري نضبطوا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه خصوصا ان واحد العدد من التلاميذ كيرونه شوف معايا هنا بغينا يو ان يو ان اللي هي لا سويت برينسيبال ديك الاولى اللي خدمنا بغينا نلقاوها كتساوي شي حاجه فيها غير ان يعني بغينا يو ان اون فونكسيون دو ان باش دير هذا الباساج هذا يعني باش دوز من يو ان حتى الان خاصك واحد لانترميديير خاصك واحد الوسيط شكون هو بيان سور هو ديك لا سويت الثانيه اللي كتسمى لا سويت اوكسيليير اللي هي لا سويت بسي دو ان يعني شنو باش ندوز من يو ان لان يعني يو ان اون فونكسيون دو ان خاصني هو الاول ندوز من يو ان لبسي دو ان وعاوتاني بسي دو ان لان هذه ديجا عندنا هي هذه وعاد نربط بيناتهم يعني دابا شنو خاصني خاصني يو ان اون فونكسيون دو بسي دو ان وهذه بسيطه بزاف شوف معايا اول حاجه كدير اون كتنطلق من بسي دو ان شكون هي هي هذه بسي دو ان كتساوي واحد على لا غاسين ديال يو ان كتكافئ شوف دابا حنا عندنا بسي دو ان اون فونكسيون دو يو ان بغينا العكس بغينا يو ان اش كتسوى بدلاله بسي دو ان شنو غادي ندير اول حاجه غنديرها اول حاجه ديك القضيه ديال جداء الطرفين في جداء الوسطين غادي تعطيني شنو غتعطيني لا غاسين ديال يو ان يعني بحال كندي هذا لهنا وكنجيب هذا لهنا كتساوي واحد سور بسي دو يو ان بسي بسي ان باردون اللي كتكافئ ليا شنو شوف معايا عاوتاني حيد ليا هاد لاغاسين باش كنحيدو لاغاسين باوسيتنان يعني غنرفع اوسيتنان هنا اوسيتنان هنا غترفع اوسيتنان غتمشي للجذر غتبقى غا يو ان كتساوي شنو كتساوي واحد على بسي دو ان كلها او كاري فينالمون غادي نلقاو شنو غنلقاو باللي يو ان كتساوي شنو واحد اوسيتنان راه هو واحد نيت وهنا راه غتعطينا بسي دو ان او كاري شوف معايا هذه خليها هنايا واحد سميها واحد اون عاود ثاني دابا حنا لقينا يو ان اون فونكسيون دو بسي دو ان خاصني بسي دو ان اون فونكسيون دو ان ديجا حطيناها ديجا جاوبنا عليها غير غنذكر بها دونك غادي نكتب اون بور توت ان ابارتيان ان راه لقينا ديجا بسي دو ان اش كتسوى لقيناها كتسوى ان بلس ان هادشي راه جاوبنا عليه وديرها في اطار حتى هي وسميها جوج وغادي نكتب لهم دو 1 اي 2 يعني انطلاقا من واحد و جوج اون شوف شنو غادي ندير هاد واحد فيها يو ان بدلاله بسي دو ان وجوج فيها بسي دو ان بدلاله ان غنعوض شي في شي يعني هاد يو ان هاد بسي دو ان داكشي اللي كتسوى غنعوضو هنا دونك شوف يو ان كتسوى واحد على بسي دو ان وسيتنان شكون هي بسي دو ان هي ان زائد واحد كلها اوسيتنان وهكا كنكونوا جاوبنا عليها بطبيعه الحال لا سويت ديال لا كيسيون قالوا لنا فيها كالكولي لا ليميت ديال يو ان عند بلس لانفيني بطبيعه الحال الوغ ساهله هذه بزاف شوف معايا ليميت عند بلس لانفيني ديال يو ان كتسوى شوف عافاك
ديما فاش كنقول لك حسب ليا لا ليميت ديال اون سويت، راه كيخصك تحسبها بهذيك الصيغه اللي فيها هي اون فونكسيون دو ان. يعني شكون هي يو ان اللي غنحط هنا؟ واش غنحط هذه؟ راه حتى هذه يو ان كتساوي، ولكن شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على بسي دو يو ان. يعني عندي هنايا تمايا اون فونكسيون دو بسي دو يو ان، ما خدامش ليا. واش غنخدم بهذا الشيء اللي كاين هنا الفوق؟ ما خدامش ليا. باش كنخدم ديما كنخدم بهذيك اللي راها اون فونكسيون دو ان، اللي هي شكون؟ اللي هي هذه اللي لقيت هنايا يو ان اون فونكسيون دو ان. دونك هذه هي باش غنخدم، كتساوي لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال شنو؟ ديال واحد على ان بلوس 1 لو تو او كاري، اللي كتساوي شحال؟ ساهله بزاف التعويض، بلوس لانفيني زيد عليه واحد هو بلوس لانفيني، و بلوس لانفيني رفعوا باس 2 هو بلوس لانفيني، و واحد قسمو على بلوس لانفيني ديما عدد على لانفيني شحال كيعطينا؟ زيرو اكزاكتومون، كتساوي زيرو. كار تقدر تبرهن كار ليميت عند بلوس لانفيني ديال ان بلوس 1 راه هي بلوس لانفيني. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون اللي نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش خدمناها. اي اون باس ديراكتومون لا ديرنيير كيسيون اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. الوغ شوفوا معايا لا كيسيون دي، قالوا لينا فيها كالكولي لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال لا صوم من 0 حتى ان ديال بسي دو ان. كاين اللي شاف هذه في الاول وتخلع قال لك شنو هذا الشيء؟ بسيطه بزاف، هذه سي لا ليميت دو لا صوم. باش نحسبوها خصنا هو الاول نحسبوا لا صوم، وديك الساعات الباقي راه ساهل بزاف. شوف معايا عفاك، غادي نحسبوا هاد لا صوم. اول حاجه نقول لكم بعدا هادشي شنو كيعني. اون لا صوم من صفر تال ان ديال بسي دو ان، شنا هي هذا؟ اش كتعني هذه الكتبه هذه؟ توت سامبلومون كتعني بسي ديال اول عدد كاين هنا، يعني بسي دو زيرو، زائد بسي اللي تابعو. شنو تابع زيرو؟ تابعو واحد، زائد اللي تابعو، زائد اللي تابعو، زائد اللي تابعو، تال اخر واحد اللي هو عاطينه هنا هنايا، اللي هو ان، يعني تال بسي دو ان. اوكي، دابا هذه خاصنا نحسبوا هاد لا صوم هذه، هذه راه هي هذه نيت، خاصنا نحسبوا هاد لا صوم. لا صوم ديال دي تيرم ديال اون سويت اللي هي هاد بسي دو ان، رابلي فو قلنا سيت اون سويت اللي هي شنو؟ اريتميتيك. الوغ شوف، طونك بما ان بسي دو ان ايتاريتميتيك بما انها متتاليه حسابيه، دونك راه الوغ هنا شوف، دونك لا صوم من صفر تال ان ديال بسي دو ان، هاد الشيء هذا يعني شنو كيولي كيساوي؟ طالما هي اريتميتيك حسابيه عندها قاعده ديالها، القواعد ديال لي صوم ديال لي سويت اللي كيكونوا اريتميتيك وبيان جيومتريك كلهم كاينين في الريزومي. اش كتقول لي القاعده لا صوم ديال دي تيرم ديال اون سويت اريتميتيك؟ كتقول لك دير لو بروميي تيرم، يعني اول واحد هنا اللي هو بسي دو زيرو، زيد عليه اخر تيرم يعني بسي دو ان، وقسم على جوج، وهذا الشيء كامل ضربوا في لو نومبر ديال لي تيرم، شحال من واحد كاين هنا؟ كيفاش كدير ليها؟ ساهله، كدير هاد لو غون اللي عندك هنا يعني ان ناقص اول واحد يعني زيرو زائد واحد ديال القاعده، كندير اخر غون كاين ها هو ناقص اول واحد ها هو زائد واحد ديال القاعده، وكتحسب هاد الشيء. دونك شوف معايا لا صوم من صفر تال ان ديال بسي دو ان غتكون هي شنو؟ بسي دو زيرو جو كخوا ديجا حسبناها الشباب ياك، شحال كتعطينا؟ كتعطينا واحد زائد بسي دو ان. بسي دو ان شكون هي؟ منين غندبرو في بسي دو ان؟ ديجا حسبناها الى عقلتو، ها هي بسي دو ان هي ان بلوس 1، دونك كتبقى ان بلوس 1. هاد الشيء هذا على جوج مضروب في شنو؟ في ان موان زيرو كيمشي في حالو زائد واحد، يعني في ان زائد واحد. نقادو الحساب، دونك لا صوم من زيرو تال ان ديال بسي دو ان ايكال ان واحد زائد واحد هي زائد جوج عامل الان زائد واحد كلشي اقسم على جوج. هذه دابا هي لا صوم. ارا دابا نحسبوا لا ليميت ديال هاد لا صوم، تبعوا معايا عافاكم. دابا بغينا لا ليميت دو لا صوم، سيتادير يعني لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال لا صوم من صفر تال ان ديال بسي دو ان هو شنو؟ هو لا ليميت عند بلوس لانفيني ديال شكون؟ ديال هاد لا صوم. وشكون هو هذا؟ هو هذا نيت، دونك ديال ان بلوس 2 فاكتور دو ان بلوس 1 سور 2 اللي كتسوى شحال؟ حسب ليا هاد ليميت عند بلوس لانفيني عادي جدا، بلوس لانفيني زايد جوج هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني زايد واحد هي بلوس لانفيني، وبلوس لانفيني مضروب في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، قسمو على جوج كيبقى ديما بلوس لانفيني. بطبيعة الحال تقدر تبرهن كار ليميت عند بلوس لانفيني ديال ان زائد جوج ايكالا بلوس لانفيني، اي و ليميت عند بلوس لانفيني
ديال n زائد 1 حتى هي كتساوي بلس لانفيني. وهكا كنكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون ديال لا ليميت دو لا سوم اللي بزاف ديال التلاميذ عندهم معها مشكل، ولكن من هنا ما تبقاش تخلعكم شي حاجه اللي بسيطه وسهله بزاف. بهاد لا كيسيون غادي نكون ساليت هاد لا بارتي هادي اللي متعلقه بليتود ديال اون سويت اللي هي اريثميتيك. نشوفكم في لا فيديو بروشين اللي غتكون بخصوص اون سويت جيومتريك.